أسرعوا قالوا فداك الروح حين تنادي. كانوا له ذرعا ليسلم قلبه من أن يصاب بخنجر الأولاد. إن الجراح اليوم أوسمة لهم بالفخر قد كتمت على بلادي. قد سار فرسان النضال حكاية يحكي بها الآباء للأولاد. فرسان النضال. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارسنا في هذه الحلقة يقدم نموذجا رائعا وفريدا من نماذج التضحية والفداء وحب الأوطان. للتو التقيناه قادما من جبهة نهم رغم كل الجراح بعد أن فقد قدميه في معارك تحرير جبال يام. تابعونا. إذن فارسنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة عبد الفتاح الورد، أحد المقاتلين القادمين من محافظة إب الخضراء، إذ تفتق وردا إلى جبهة نهم ليضمخ بعبير دم جراحاته تبت العيان التي أصيب فيها. عبد الفتاح، إذا ما تحدثنا عن من هو عبد الفتاح الورد. عبد الفتاح الورد محافظة إب، مديرية الرضمة، بيت الورد، القرية. أبي كان أنا في السعودية، الآن نقل البلاد، والوالد لا زال في البلاد. إيش كنت تعمل تشتغل في إب؟ ما هي المهن المهارات التي كنت تجيدها هناك في محافظة إب، دراستك من هذا القبيل؟ كنت طالب ومزارع، يعني نشتغل وندرس. عندنا جت الميليشيات الحوثية. كيف كنت تجمع ما بين أن تكون مزارعا، لأن محافظة إب محافظة زراعية طبعا، وبين الدراسة؟ كيف جمعت بين التخصصين أو العملين؟ طبيعي، يعني روح واحد من المدرسة يدرس قليل، يذاكر ويشتغل. ايش تشتغل في الزراعة؟ ما الذي تشتغل في الزراعة كنت؟ زرعت أكثر شيء قات. وايش المزروعات الأخرى التي تفكر؟ شام، دلة. بماذا تفكر في المرحلة القادمة للمستقبل؟ كيف تنظر للمستقبل؟ أنظر للمستقبل يعني أول شيء نستمر في الجهاد، نعمل بيت في مأرب، نتزوج في مأرب حتى يتم تحرير اليمن من براثن هذه الميليشيات. يعني هدفك الرئيسي الآن؟ هدفي الرئيسي هو نستمر في الجهاد ثم حتى يتم تحرير البلاد. في الوقت يعني بعد فترة نعمل نعيم بيتنا ونتزوج طبيعي في المأرب. تزوج وتمارس يعني أمورك وحياتك مارس حياتي طبيعية وأعمالك إن شاء الله، وإن شاء الله ستتحقق أمنيتك بإذن الله العظيم. وسنحتفل بعرسين، عرس النصر على هذه الميليشيات بإذن الله تعالى، وسنحتفل إن شاء الله بعرسك عبد الفتاح الورد. طبعا فقد قدميه في تبة العياني، سنتحدث عن قصة جراحك وكيف أيضا أنك تعود إلى الجبهات، كما تحدثنا في البداية في مدخل هذا البرنامج أنك عدت للتو من جبهة نهم مشاركا ومقاتلا رغم أنك فقدت قدميك في معارك سابقة. الكثير من هذه التفاصيل تابعونا. فرسان النضال. إذن أعزائي المشاهدين، فارسنا في هذه الحلقة عبد الفتاح الورد من محافظة إب، من المنطقة المحاذية ما بين محافظتي إب والضالع. عبد الفتاح، طبعا الحوثيون اقتحموا العديد من المديريات في محافظة إب وكذلك محافظة الضالع في مناطق الرضمة، ودارت معارك خاضها أبناء إب وأبناء محافظة الضالع، والتحمت دماؤهم دفاعا عن الأرض والعرض وعن الوطن. عبد الفتاح، أين كنت يوم أن كان الحوثيون يقتحمون المديريات المحافظة؟ كنت في البلاد، انتقلنا للجبهات بعدها.
استكملنا فترة. ما الذي حدث بالضبط عندكم؟ كيف احتل الحوثيون المديريات وكيف أيضا بذلتم مقاومة جسورة في محافظة إب تجاه هذه الميليشيات؟ دارت اشتباكات عنيفة لمدة أسبوع أو أسبوعين. أين؟ كانوا مش يقتحموا دمت، المقاومة الشعبية كانت في دمت والجيش الوطني الحوثة كان مطلع. بعد ما استشهدنا في الجماعة دخلوا مديرية دمت اليوم الثاني. انتقلت المعارك لمن رئيس اتجاه قعطبة. وأنتم كنتم مع المقاتلين مع الجيش هناك؟ كنا مقاتلين طالع في دمت. على بعد انتقلنا لمارب. كيف دارت المعارك الأولية؟ طبعا المعارك كان الحوثيون بكافة عتادهم وثقلهم العسكري وأخذوا أسلحة الدولة بينما كنتم بأسلحتكم الخفيفة. كيف تدور المعارك بين الطرفين رغم فارغ الإمكانيات؟ أصلا المعارك احنا ما كان معنا لا سلاح خفيف جدا وهما الأسلحة الثقيلة والخفيفة والكذا، ولكن صمدوا الرجال بقوة الإيمان. بقوة الإيمان لأن هذولاك هم يعتبروا حزب الله في اليمن. حزب الله اللبناني تقصد يعني؟ نعم. أعداء دين أعداء وطن، هم يتلبسوا في الدين. والآن لا زالوا يقاوموهم في جبهة مريس في قعطبة في. لا تزال المعارك محتدمة حتى هذه الأثناء؟ لا زال. طبعا بعد ذلك إلى أين اتجهت؟ اتجهت إلى مأرب، ضميت في الكتيبة الخاصة. سنتحدث عن هذه النقطة، لكن هناك سؤال ملح وهو أنه عبد الفتاح كان طالب في الثانوية، كيف حملت السلاح؟ ما الذي دفعك إلى حمل السلاح؟ أصلاً ضرينا على حمل السلاح لأن الميليشيات الحوثية احتلت البلاد، فجرت المساجد، سجنوا حفاظ القرآن، يعني في لازم الجهاد. نعم، بالتالي طبعاً فجروا المنازل اللي عندكم في محافظة إب، اغتالوا الكثير من الشخصيات، قوضوا الدولة، يعني التعليم، الجامعات، الخدمات في محافظة إب، وبالتالي اندفع الكثير من شباب محافظة إب وشباب اليمن قاطبة في الدفاع عن اليمن وهويته وكرامته. إذن بعد ذلك، بعد المعارك التي خضتها في الرضمة وفي المناطق المحاذية بين محافظتي إب والضالع، إلى أين اتجهتم؟ إلى مأرب. ما الذي حدث؟ كيف سارت الانتقالة هذه؟ كيف رتبتم الموضوع؟ كيف انضمتم إلى الجيش؟ أصلاً جينا مجموعات كثيرة، كنا نتواصل معهم لها. كنا جينا دخلنا معسكرات دربنا وخرجنا في أول مهمة لأسروة. المهمة هذه كانت مهمة تمام. معركة واحدة خدتها في صروح ولا أكثر من معركة؟ مرة واحدة لمدة أسبوع. معركة أين؟ في أي جبهة؟ في أي منطقة من صروح؟ في الميمنة تبت القاضي الحماجرة. ما الذي دار في هذه المعركة وما أهمية هذه الموقع وما هي التضحيات التي قدمتموها وأيضا البطولات التي سطرتموها في هذه المواقع في صروح؟ نقتحمنا المواقع حق انقلابيين، كان أصطفى الله شهداء مننا من القيادات والجرحى كثير، ولكن احنا دخلنا لا مؤخرة حقهم الحمد لله يعني، ومن الشهداء من أفضل القيادات الشهيد علي الزين وفارس الشامي صالح القراضي إبراهيم الحسني. هذا كله عند الاقتحام؟ هذا كله عند الاقتحام. هم القيادة الذي كانوا من قيادة الهجوم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ سيطرنا على المواقع. بعد وقع خلل أدوا أوامر بالانسحاب، انسحبنا من موقع واحد، انسحبنا خرجنا الشهداء حقنا من الكرمات حق الشهداء. في شهيد تحاصر ما خرجناه إلا في يوم ثاني أو ثالث، يمكن ثلاثة أيام خرجناه يعني، ولا تغير الجثة حقه ولا أي حاجة. يا الله، الرايحة حقه فوق العطر. اسمه للشهيد؟ هذا صالح الغراضي الله يرحمه. ايش تذكر عن هذا الشهيد؟ بما انك بعد ثلاث ايام ما وجدته تغير، اين كانت اصابته؟ كيف حوصر؟ ما الذي حدث؟ هذا ابوه ناس في جرحت فيه. وكان قايد النسق الاول في الهجوم. جرحت فيه الابوه، استشهد، تحاصر، ما قدرنا ندخل له يعني للمنطقه هذه.
كان في بين التماس والوسط يعني، بس هو كان حافظ قرآن، كان كذا. الشهداء كلهم حفاظ قرآن طبعا. في الجبهة اللي كنتوا فيها؟ أيه. في الكتيبة اللي كنت فيها؟ أيه. يعني استفعهم الله. وإحنا تحاصرنا يمكن مدة ساعتين من بعد الفجر للساعة 7 و8، خرجنا بتغطية من العيادات. لو بعضهم من الزملات حاصروا للعشي، كان داخل قوي وقطعوا عليهم بالعيادات الثقيلة وخرجوا. هذه هي معركة إحدى معارك صلاح. متى كان هذا الهجوم اللي نفذتموه؟ هذا 2016 شهر 12 28، يعني نهاية السنة. نهاية السنة، يعني كان تقدم كبير حينها في حماس، لكن كانت الإمكانيات قليلة بالنسبة لكم يعني مقارنة بالإمكانيات الميليشيات العوثية. أيه، والألغام يعني زرعوا لك مدينة الألغام عبوات ناسفة عن بعد وعلى دواسات على كذا، يعني معهم تطور بالألغام كثير. والصناعة في صنعاء يصنعوا ألغام، ألغام صناعية يعني، أصحاب إيران بيصنعوهم في صنعاء. خبراء إيرانيين يعني. خبراء إيرانيين. بعد ذلك المرحلة الثانية التي انتقلت إليها من مراحل القتال أين كانت؟ أين انتقلتم بعد معركة صرواح التي خضتها خلال الأسبوع؟ أين اتجهت؟ اتجهنا إلى فرضتنا. بدينا كنا فترة فينا، فاستمرنا عندما جرحت. قبل أن تجرح، هل دخلت معارك متعددة في الجبهة قبل ما تصاب يعني في آخر عام؟ في جبهتنا؟ دخلنا في المعارك، أصبت يعني يمكن بعد صرواح بأربع شهور أو خمسة شهور. احنا فينا الإصابة الأولى، هي إصابة واحدة في الإصابة الواحدة، سنتحدث عنها بالتفصيل، لكن تذكر لي لو بعض المعارك التي شاركت فيها قبل أن تصاب يعني. فينا؟ أي نعم. في اقتحام الحملة، بس أنا ما هجمت في الحقنة. إيش كانت مهمتك في المعركة؟ أنا مهمتي نائب ركن الإمداد، أمسك عمل يعني، وبس إذا احتاجونا كنا ندخل طبيعي عند العيالات طبعا أي حاجة. كيف كانت معنوياتكم هناك، معنويات المقاتلين، معنويات الأبطال الذين كانوا يسطرون أروع التضحيات في هذه الجبهة؟ كيف كنت تقرأ، كيف كنتم تقضون أوقاتكم في المتارس؟ نقضي أوقاتنا في دراسة القرآن، في الأذكار، في الأوقات الفاضية، في أوقات القتال، يعني أوقات النوم نوم، مقسمين أوقاتنا يعني بجدول. كان أيضا هناك ترديد الزوامل، الأناشيد يعني لها أوقات الزوامل. إيش تذكر في هذه المواقف يعني الأشياء التي كان يحدث فيها نوع من المرح بينكم كمقاتلين؟ في مرح يعني الحديث بينكم وبين الزملاء، ما الذي كان يدور بينكم كرفاق حرب ومقاتلين ضد هذه الميليشيات؟ يعني يدور بين أيام راحة يعني، الزملاء، الجلسة في الجبهات، القتال، الكذا، ذكريات. ذكريات يعني حالي. إذا هناك طبعا ذكريات، إضافة إلى أن الجبهة كانت كبيرة وممتدة، وأنت كنت حينها في الركن إمداد، نائب ركن إمداد في الجبهة. بعد ذلك ما الذي حدث قبل أن ننتقل إلى الإصابة؟ كيف كنتم تخططون للمعارك؟ في المعركة التي كنتم ستخوضونها، كيف كنتم تفكرون أنه ستتجهون نحو تبة العياني مثلا؟ احنا كنا في العياني، كنا الهجومات كان على الحمراء والقناصين انطلاقا من تبة العياني. من تبة العياني كانت هجومات عنيفة، كنا نتخيل تبة القناصين والحمراء يبانين صغار من جهتنا، يعني كنا نفكرين صغار نهجم تسيطر عليها، نهجم ونرجع كنا. في بعد فترة عندما سيطروا عليهن الآن طلعن جبال كبار يعني في الخلف حقها مستشفى، مخازن سلاح يعني، مواقع كبيرة. وصلتم إليها طبعا؟ الآن هي محررة. يعني وصلوا إليها زملائك وأنت بعد الإصابة. بعد طبعا رح نتحدث عن إصابتك في هذه التبة وقصة جراحك، لكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. غنسر فرسان النضال حكاية يحكي بها الأباء للأولى.
فرسان اللي ضاع. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين مع فارسنا عبد الفتاح الورد. عبد الفتاح، كنت تحدثني عن معركة العياني وما بعدها من تباب، حدثني عن المعركة التي خضتها مباشرة حتى إصابتك، ما الذي حدث في هذه المعركة منذ انطلاقها وحتى نهايتها، وكذلك أيضا قصة جراحك كيف تم إسعافك بعد ذلك؟ حدثني عن المعركة في البداية. أول شيء كان الهجوم استمر لثلاثة أيام، يعني معركة واقتحام على الحمراء والقناصين. بعد أنا اليوم الثالث فشي دارت اشتباكات عنيفة. خليها للثالث، نبدأ من اليوم الأول والثاني، إيش ما الذي كان يدور؟ ما هي الكرامات؟ ما هي المواقف؟ ما هي الالتفافات؟ ما هي الهجمات التي والأنساق التي كنتم تتقدمون إليها؟ ما الذي كان يحدث بالتفاصيل في هذه المعركة؟ أصلاً اليوم الأول هجموا ورجعوا هجوم تمويهي، يعني أصحابنا هجم. اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث وقع الهجوم حقيقي. سيطرنا على المواقع ولكن وقع انسحاب، يعني سيطروا من بعد الهجوم من بعد الفجر، الانسحاب انسحبوا من واحد من المواقع يمكن الساعة 10. أنا نزلت كان لي ساهر ثلاثة أيام، هذا نزلت ارتاح قليل بالموقع نفسه، موقع العيارات عيار 50 عيار 12 14، صرت ارتاح قليل أنا واثنين من الزملاء، واحد كان الإعلامي المصور منشد طبعا، واحد نزل من فوق عيار، نزلنا امتدينا بجرف هكذا قليل، واحد يساري واحد يميني، عمر عبد الكريم كان يساري وصالح الحصيصي كان يميني. يعني عاد احنا انطرحنا ما بش خمس دقائق وجه كذي في 120 رحلة فوق 120 فوق رجيلي عند المقدمة حقها. الشظاياهم استشهدوا زملائي من الشظايا، انا نهض طوالي دخلني التراب عيوني الباروت، امي ما دريتين صاحي بس ما داري ما فيني ذيك الساعة. خرجت على يدي ذيك الساعة من بين البالوت، كنت أسنب على رجلي، كان تقطعين ذيك الساعة من هنا من الركبة. خرجت الزملاء، القايد نزل بنفسه أبو خليل، وكان القايد الكتيبة الخاصة سابقا، وهو الزملاء أسعفون. أنا كنت أقول لهم ادوا لي ما بس أشرب بغسل عيوني أنا بخير، ما بش أي ألم. ما كنت تشعر بأن يعني رجلك بترت؟ ما بش أي ألم لا في أي شعور، كنت فاكر أن أنا بخير، لا عيوني بس تملن باروت وأشي أغسلهم وأعود يعني بخير. ما كنت تشعر بأن رجلك فقدت قدمي؟ ماشي، كنت نادي لهم عينوا الزملاء أنا بخير. يا الله. هم زقموني ما كلموني أنا يعني جريح قوي، على طول نقلوني للطق، الطق مكان قريب مننا، الزملاء عملوا لي إسعافات أولية، يعني ربطوا فوق الجراح وإبر منع النزيف، ونقلنا للنقطة الطبية الأولى إنه بعيد إذا استمروا لمارب مسافة يمكن ثلاث سواع من الميمنة للميمنة. وصلنا للنقطة الطبية دمينا نزل 4%. يا الله، نتيجة النزف. يعني دوخت، نزلونا هم فكروا إننا شهيد، كان بدعوا يدخلونا كياس شهداء، في واحد من 314 طارت له شظي وهو بمسافة من حق الهواء استشهد، عدوا ثلاثة كياس لاثنين زملائي وهذاك الثالث وأنا الرابع. كان من بدعوا يدخلوني كيس الشهيد، جاء زميلي واحد من الكتيبة هو الدكتور، وكان فيه حتى هو شظي، يشتي يدهف يدخلني رزم في كتفي يدهفني للكيس، الدم كان ينبض لي به من العرق، قالها عبد الفتاح عاد عايش، خرجني من كيس الشهداء عملوا لي 4 مغذيات، على طول رجعت أصيح الدمع كنت عاطش، سبقوني بإسعاف لحالي من ذراع قدم الشهادة، عملوا لي 4 مغذيات، الدكتور كان يكلمهم إذا تشتوا يعيش مسكوا يديه لا قطع مغذيات، أنا كنت أقطع هنا أقول لهم أنا بخير ما أنا داري ما فيني، زقموا يدي الزملاء كل واحد زاقم إيد من النقطة الطبية إلى مأرب، يمكن تحركنا من هناك 11، وصلنا هنا الساعة 2، وأنا صاحي بالطريق أسولف معاهم بس ما أنا داري ما فيني،
يعني ما تشوف ما شفت ماشي يعني بعد ملام بيروت مرة مات وزملائي يقولوا أنت بخير ما فيك أي شيء وحتى أنا كنت مشتاق للشهادة يا الله الحمد لله يعني في سبيل الله ونمضي على درب الشهداء حقنا وصلنا نعملوا العملية صححوا البتر خيطوا اليوم الثاني والثالث بدأت تستطيع قليل قيادة جولة عندي ما كنت أعرف أحد أول يوم ما بلا من خلال الكلام العيون ملام مغطى عليه بلا سند ما الباروت ملام عيون وصلوا عيوني الدكاترة بدأت تستطيع قليل لمدة فترة وأنا أستطيع قليل شوي شوي وما شفتوهن يعني ما تفاجأت ذيك الساعة طبيعي الحمد لله في سبيل الله يرخص كل غالي وكم ناس قدموا من قبل يعني على درب الشهداء يعني على درب الشهداء يعني ما تأثرت طبعا من الأشياء التي نذكرها أنه يعني الطاقم كان يعني وجدك في أحد المطاعم هنا بمدينة مأرب وفطرتم سويا في اليوم الثاني عثرنا عليك في قلب الجبهات في جبهة نهيم تقاتل رغم كل الإصابة التي لحقت بك يعني رغم أنك فقدت قدميك لماذا نعزو هذه القوة في العقيدة القتالية بالنسبة لك يعني العقيدة القتالية لأنه واجب نمضي على درب الشهداء و لأنهم لأن الحوادث يتلبسون بديننا وهم أعداء الدين والوطن أعداء الدين والوطن وهذا واجبنا وأنا بخير الآن أحس نفسي خلاص أمارس حياتي الطبيعية وفي الجبهة هنا المهمة الأيدي كما وصلت فوق عيار الأيدي ذي شغلين العيار أي عيار ما هي مهمتك العسكرية الآن؟ يعني أنت طبعا معك رجلين صناعيتين الآن ما هي المهمة العسكرية طبيعة المهمة العسكرية التي أوكلت إليك في جبهة نهم؟ الآن أنا ما قد شيلي عمل مخصص الآن عدنا بين نتنقل أبصر ما هو المناسب بين نتنقل بالعيارات للمدفعية أبصر ما هو المناسب السهل أشتغل فيه عدنا جيت ركبت أطراف قريب لها أنا شهر ونص جيت من الهند من الهند ولماذا تذهب إذن إلى الجبهة؟ يعني بعد اللي حتى الجو حق الجبهة جو رائع برود أمطار يوميا ما شاء الله وأنت من محافظة إب محافظة المطر يعني وبالتالي عدت إلى هذه الجبهة رغم كل الجراح وما الذي توده في هذه الجبهة؟ ما الذي تريد أن تفعله في هذه الجبهة؟ نستمر مع الرفاق السلاح في الجهاد حتى تحرير العاصمة إن شاء الله حتى تحرير العاصمة صنعاء وكل محافظة في اليمن باعتقادك لماذا الكثير من الجرحى مما التقيناهم رغم كل الإصابات التي لحقت بهم إلا أنهم يودون العودة إلى الجبهات إلى من تعزو هذه الروح المعنوية الكبيرة لهؤلاء الجرحى؟ ما الذي يدفع بالجريح إلى أن يعود إلى الجبهة؟ وأنت واحد منهم أصلنا الدين والوطن أغلى من الجرح أغلى من أي شيء إحنا بذلنا أرواحنا لله فإن عشنا هذا فضل منا ونستمر في الجهاد وأن اصطفانا شهداء فهذا فوز عظيم رسالتك عبد الفتاح باسمك وباسم كل الجرحى للقيادة السياسية للحكومة الشرعية لقيادة الجيش والمقاومة وكذلك قيادة التحالف ما هي الرسالة التي توجهها باسمك وباسم زملائك رفاق الجرحى وجه لهم رسالة أن يهتموا يعني أكثر رغم أنهم مهتمين ويشحطوا الجبهات يعني أكثر يدوا الأوامر الحسم في حسم البلاد سريع لأنه كل ما تأخر مش تمام يعني أنت تتمنى أنه القيادة السياسية وكذلك قوات التحالف بأن تحسم المعركة مع هذه الميليشيات لأنه كلما استمرت المعركة وتأخرت تأثر الشعب بالذات في الجانب الاقتصادي والجانب المعيشي إضافة إلى طبعا خاصة أن الروح المعنوية لدى المقاتل في مختلف الجبهات قوية وهم بحاجة إلى الضوء الأخضر للزحف باتجاه المناطق التي لا تزال تحت احتلال هذه الميليشيات عبد الفتاح الورد أنا طبعا أشكر لك هذه الروح القتالية وأنت شاب طبعا وفي مفتتح أزاهير عمرك سنحتفل إن شاء الله قريبا بمناسبتين المناسبة الأولى بإذن الله تعالى إن شاء الله الانتصار على هذه الميليشيات وسيحتفل أبناء الشعب اليمني والمناسبة الثانية إن شاء الله سنحتفل معك إن شاء الله بزفافك عريسا
متوجا بهذه الجراحات، لان هذه الجراح هي اوسمة لك واوسمة لهذا الوطن واوسمة لكل اليمنيين، لهؤلاء الابطال الذين ضحوا من منحوا الوطن جزءا من اجسادهم ليشفى من جراح الميليشيات التي اصابته عندما اختطفت الوطن واختطفت الاحلام والاشواق ابناء الشعب اليمني وتسببت بهذه الحرب التي ادخلت الشعب اليمني في أزمة وكذلك في محنة. لكن إن شاء الله بمثلك ومثل هؤلاء الأبطال وهؤلاء المقاتلين الجسورين سيتحرر الشعب اليمني من جرب هذه الميليشيات. شكرا لك أخي عبد الفتاح الورد على هذه الروح القتالية والروح الوطنية التي تسكنك. شكرا أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقي مع فارس آخر من فرسان النضال، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناداهم الوطن الحبيب فأسرعوا قالوا فداك الروح حين تنادي، كانوا له ذرعا ليسلم قلبه من أن يصاب بخنجر كتبت على الأجساد. يا أيها التاريخ سجل قولهم، طابت جراحة لأجل بلادي. قد سار فرسان النضال حكاية يحكي بها الآباء للأولاد، فرسان النضال.